الو. الو. ايوه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عفوا، انت شخصيه بعزه جدا. ربنا يخليك. يعني ربنا يخليك. وبصراحه بيعجبني ارائك جدا جدا. وبحس ان انت يعني ارائك يعني خبره يعني بصراحه. والله ولا خبره ولا حاجه، انتوا اللي اديتوني الخبره دي، انا ما اتعلمت منكم. وانا اتعلمت من مين؟ يعني بحس ان يعني حتى المراهقين لما يسمعوا كلامك هيستفادوا بيه. بعد مثلا يقول مثلا كان عنده حق بعد 5 سنين 6 سنين بعد ما يستوعبوا المشكله. فاهم يعني انت بتحل مشاكل بصراحه، يعني يا ريت كل الناس تاخد بالها. ربنا يبارك حضرتك، ربنا يخليكي. طيب اسمحي لي اتصل على اي برنامج عامه. الله يخليك. انا مش عارفه انا بتكلم ازاي يعني. طيب اسمحي لي اتعرف بيكي ولا مش عايزه تقولي الاسم؟ هو يا ريت بلاش يعني. طيب كام سنه؟ 34 سنة. حضرتك مرتبطة؟ متجوزة ومخلفة. طيب حلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة من القلب للقلب، كل اللي انت عايزة تقوليه انا تحت امرك، اتفضلي. بصراحة المشاكل يعني تتلخص في سوء الحظ، يعني انت لو تعرف حاجة اسمها سوء الحظ. عشت فيه كتير. كان صاحبي على فكرة قوي ده، على فكرة قاعد صاحبي سنين يعني. بصراحة ده يعني بصراحة يعني قاعد معايا على طول سوء الحظ ده. مع اني يعني الحمد لله انسانه كويسه جدا، كتومه جدا، حافظه اسرار بيتي جدا جدا، وهو ده اللي عامل لي مشاكل. انا ما بحبش اللت والعجن، ده عامل لي مشاكل جدا في حياتي. ومش عارفه اعيش، عارف يا اسامه، مش عارفه اعيش صراحه، مش عارفه اعيش مع البشريه اللي حواليا، مش عارفه اعيش حتى اتاقلم مع جوزي، مع اني انا متجوزه بقالي 11 سنه. بس مش عارفه اعيش، بحيث اني يعني برضو المشاكل الكبيرة كلها من أهله تعبنا بطريقة يعني ما تتوصفش. طب كلميني عن سوء الحظ، إيه الحكاية؟ ليه إيه؟ في إيه المشاكل يعني؟ إيه اللي محسسك إنك حظك سيء في اختيار الزوج؟ حظك سيء في إيه بالظبط؟ بالعكس هو إنسان محترم جدا. خلاص يبقى يعني عندنا حظ في حتة أهو. بس مش عارفة أعيش معاه حاليا يعني من ناحية أهله. مالهم أهله؟ أهله عارف يعني نكد بطريقة يعني. بينكدوا على حضرتك ازاي؟ أولا عشان بيعاملني كويس، لأن أنا محترمة معاه جدا. أولا ما بحبش النكد، ما بحبش أنكد عليه أبدا، حتى لو غلطان باخده بالسياسة. جميل. يعني هادية جدا جدا جدا، ما فيش أي مشاكل ما بيننا وما بين بعض. ازاي ما فيش مشاكل؟ تخيل أنت بقى بينكدوا علينا ازاي ما فيش مشاكل. حلو. وانتوا بقى بتتصرفوا ازاي لما ينكدوا عليكوا كده؟ يوم انا ما بردش، مشكلتي انا ما بردش مع عليهم بصراحه، وبحترمهم وبشوفهم بعملهم احسن معامله يعني ما حدش يتخيلها، مع اني اسمع ان هم بيتكلموا عليا كلام ما يعلم به الا ربنا، برد السوء بالحسن. ده عقل جدا واتزان، ودي حاجه كويسه يعني. بس انا بدفع ثمنه دلوقتي. بتدفعي ثمنه في ايه؟ ضغط نفسي عليا، حاسه ان انا يعني في حاجات عايزه انفجر فيها معاهم، مش عارفه برضه يعني حسن اخلاقي مش عارفه. بص عايز اقول لك حاجه، كتير قوي بنتظلم من الناس، وكتير بنبقى عايزين نرد وعايزين ننتقم وعايزين نقول وعايزين نبعبع اللي جوانا، وبننسى ان احنا لو قلنا حسبي الله ونعم الوكيل، سلمت امري ليك يا رب، دايما بقولها في صلاة بس خلاص. شكرا. تخيلي يعني ان هم عارف يجنوا عليا الكلام انا ما قلتوش، قسما بالله. جوزك بيصدق الكلام ده؟ لا بالعكس، ده هو علشان مش مصدقهم، لاني عارفني كويس جدا جدا وعارف اخلاقي، وكان بيسمعني ان انا برد غيبه اخواته من وراه من قدامه. طيب ويوصل لهم خليني إن انا بغلط فيهم. خليني اسالك سؤال، عمرك قلتي حسبي الله ونعم الوكيل وربنا سبحانه وتعالى ما استجابش ليكي؟ ما بزعل عليهم. ربنا ما استجاب لكيش؟ استجاب، بس بزعل عليهم. مشكلتي ان انا حتى لو جرى لهم حاجه بزعل عليهم. ربنا ما هداش قلبك؟ لا. ربنا ما هداش قلبك لما قلتي حسبي الله ونعم الوكيل؟ هديته كل حاجه، بس بيزيدوا يعني غلهم بيزيد عند الحدود. طيب تعالي نتكلم. لدرجه ان هم عارف يلوموا علينا ان احنا مثلا جبنا اولاد، يعني تخيل بقى مشاكلهم معانا مقطعيننا بسبب خلفه. معقولة في ناس فيها النفوس الرضية دي؟ جدا يعني. أنا كل يعني أنا عندي أهلي، أنا ما بحكيش لحد خالص، غير مثلا إخواتي، ما شافوش حد بالشكل ده، ما شافوش بشرية خالص بالشكل ده.
لدرجة ان انا حاليا مش عارفة اتعامل مع جوزي علشان هو تبعهم. فاهم انت خالص. اوعي يخلق من ظهر العالم فاسق ومن ظهر الفاسق عالم. مش قاعدة. ياما اسر من اسوأ ما يمكن ونطلع ملايكة. والمثل السائل المثل اللي بيتقال هو المتربي من عند ربي ده مثل بجد يعني. لان ياما ناس بتحاول تربي عيالها ما تعرفش. وياما ناس ما بتربيش والواد بيطلع اخلاق. فالمتربي من عند ربي بجد. بص يا بنت الناس. احساس ممتع جدا انك تحسي ان ربنا سبحانه وتعالى معاكي. كتير كده جدا مننا نقول ايه؟ لو كان ابويا عايش كنت اتسردت عليه في الموقف ده. لو كان ابويا عايش كنت قلت له قول لي اتصرف ازاي. كده يابا تسيبني وتمشي. الله يكون يابا طب انا اروح لمين دلوقتي ما انا ابويا ميت؟ انتوا بتعملوا فيها كده عشان خاطر يتيم. وبننسى خالص ان في اللي اعظم من الاب واحن من الاب واجمل من الاب واقرب من الاب. ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اللي احن واجمل واقرب واسرع واقوى واعظم من كل حاجه. تخيلي بقى انت معاه كده. بس انت ساعات بتنسي ان معاه كده. معاه كده في كل لحظه في حياتك. معاه كده محوطك كده عشان ما تقعيش. معاه كده سندك في حياتك. طب ما خلاص انا هتعب نفسي ليه؟ ما انا جبت اخرها خلاص كده عرفت اخرها. معانا يا رب. معانا يا رب.